مرحبا بحلقتنا اليوم. أكيد رح نحكي عن التغذية الضرورية لأطفال المدارس. كتير من الأطفال والمراهقين وطلابنا بالمدارس بدهم أغذية ضرورية جدا عشان تعزز قوة قدرة الدماغ والذاكرة، خاصة إذا كان في عنا يعني عنا حصص أو امتحانات بدها حوسبة وبدها تركيز وبدها رياضيات وغيرها، فلازم نتناول أطعمة مفيدة. فخلينا اليوم نحكي عن بعض الأطعمة الضرورية اللي لازم ندخلها بنظام أكل أولادنا عشان يركزوا أكثر وينجحوا أكثر بالمدرسة. ويلا نبدأ بحلقة اليوم. قبل ما نبدأ بالأطعمة الضرورية لازم نحكي عدة قواعد أساسية بتساعد إنه تنمي الذاكرة عند أطفالكم ومهمة لصحة الدماغ. قبل ما نبدأ بالأطعمة في أشياء أساسية رح نبدأ بأول إشي. أول إشي النوم. معظم الأطفال والمراهقين تحت عمر 18 ما بيناموا ساعات كفاية، والنوم ليش ضروري؟ أول إشي خلال النوم في عنا هرمونات بتساعد على النمو، في عنا هرمون النمو، هرمون الكورتيزول وغيرها، فدائما الجسم بهاي الفترة لازم يكون بفترة راحة ونوم عميق عشان يقدر ينمي الجسم، الخلايا الجسم الأساسية وخاصة خلايا الدماغ. المشكلة إنه معظم الطلاب ما بيناموا ساعات كفاية أو بيناموا عكس الساعة البيولوجية. شو يعني عكس الساعة البيولوجية؟ أفضل وقت إنه الطالب يروح ينام خاصة تحت 18 يكون بعد 8:30 9 حد أقصى 10. ليش؟ لأنه بنفرز هرمون الميلاتونين بيساعد على النوم، وبالتالي الجسم كله بدخل بمود النوم وحتى هرموناته. فإحنا لازم نركز على إنه الطفل عم بينام ساعات كفاية، أو حتى المراهق تحت 18 عم بيناموا ساعات كفاية وعم بيناموا مع الساعة البيولوجية، يناموا بالليل، وإذا بدهم يسهروا يقوموا الصبح مثلا، يفضل ما يسهروا، يقوموا الصبح يراجعوا المادة أو يدرسوا، لأنه هذا بيعزز النشاط، بيعزز كمان نمو الخلايا الدماغ وبركز، بزيد الذاكرة عندهم والتركيز. ثاني إشي بنركز عليه النشاط البدني. معظم الطلاب اللي ما بيعملوا أي نشاط بدني، ما بياخدوا أكسجين، قاعدين بغرف بس بيدرسوا ما بيطلعوا برا، هذا بيأثر كمان على كمية الأكسجين اللي بيحصل عليها الجسم وعلى التركيز. فيفضل لو كل يوم أو مش كل يوم، مثلا يوم بعد يوم على الأقل يكون في عنا ثلث ساعة نص ساعة مشي في الهواء الطلق عشان الطالب ياخد أكسجين، وهذا كتير بنشط خلايا الدماغ. ثالث نقطة كتير أساسية اللي هي السمنة. معظم الأشخاص اللي عندهم سمنة وزيادة وزن معدلات التركيز ممكن تكون عندهم أقل، كمان بيعانوا من مشاكل من النوم ناتجة عن السمنة، وهذا بيأثر أكيد على خلايا الدماغ. نيجي هلا للأطعمة الأساسية ورح أبدأ فيهم نوع نوع من الأطعمة ونعرف ليش مهم. أول نوع أطعمة مهمة جدا للدماغ والذاكرة والتركيز الأسماك، ويفضل إنه ناكل أسماك بمعدل مرة في الأسبوع على الأقل. ليش؟ لأنه الأسماك فيها أوميجا 3، أوميجا 3 كتير ضروري من الدهون الأساسية اللي بتشكل خلايا الدماغ ومهمة كمان للذاكرة والتركيز. إذا ما بدنا سمك الفيليه المشوي، ممكن سردين، تونة، أي نوع أسماك أو أكل بحري كتير مهم وأساسي، وقد ما نقدر نخفف من تناولنا للحوم العالية جدا بالدهون وعالية جدا بالدسم. غير الأسماك بنقدر نحصل كمان على الأوميجا 3 من المكسرات، لوز، جوز، كاشو، بندق، هدول كلهم كمان فيهم أوميجا 3 المصادر النباتية، وهذا مهم جدا لخلايا الدماغ وبيعزز التذاكرة والتركيز عندهم. فهي لازم يتناولوها ونتأكد إنه عم بياخدوا يوميا حفنة من المكسرات. ممكن كمان نعمل وجبة خفيفة الصبح، لأنه التمر مثلا يعتبر من الفواكه المجففة المهمة جدا واللي بتعطي طاقة ونشاط، خاصة إذا الصبح إحنا رايحين على الامتحان. في أطفال ما بيحبوا التمر لحاله، ممكن نعمله على شكل كرات التمر، نخلط مثلا تمر بخلاط مع جوز، ممكن مع شوية جوز هند، مع شوية عسل قرفة، ممكن جزر مبروش، ونعملهم على شكل كرات ونعطيها الطفل كوجبة صباحية، خاصة للأطفال اللي ما بيفطروا أو ما بياخدوا فطور الصبح وما بيقدروا ياخدوا وجبة مهمة. هذا بيعطيهم طاقة ونشاط، وهذا مصدر مهم للنشويات المفيدة والدهون المفيدة خاصة لخلايا الدماغ. عندنا كمان الأطعمة الثانية الألبان. الألبان غير إنه فيها كالسيوم وفيتامين دي، ونعرف فيتامين دي أهميته للدماغ، كمان في عندنا الألبان فيها بروبايوتيك البكتيريا المفيدة، وفي علاقة كتير قوية ما بين البكتيريا المفيدة وصحة الدماغ. كل ما نمينا بكتيريا مفيدة بالأمعاء كل ما كان في عندنا صحة العقل والذاكرة والتركيز والدماغ أعلى، فيفضل إنه كمان ندخلها بالنظام الغذائي لأطفالنا.
كمان عندنا الفواكه واهمها البرتقال، الجريب فروت، الفراوله، الرمان، فيهم مواد مضاده للاكسده مهمه جدا لخلايا الدماغ، وفيهم فيتامين سي اللي بيزيد من امتصاص الحديد. وبنعرف انه كثير في اطفال، مراهقين، طلاب مرات بكون عندهم فقر دم، وفقر الدم بيأثر على الذاكره والتركيز، بيعمل نسيان، بيعمل تعب، بيعمل عدم نشاط، فبالتالي الطفل اللي عنده فقر دم ورايح يعمل امتحانات ما راح يركز. ففيتامين سي كثير مهم، ضروري نتناوله لانه بيعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتيه زي السبانخ، زي البقوليات وغيرها، هاي كثير مهم ندخلها. كمان عندنا من الاطعمه البروتين، لازم الطفل عم بياخذ كميه كافية من البروتين، وكمان لأنه البروتين عندنا مصدر للحديد، عندنا اللحمة، الدجاج، الأسماك، كلهم فيهم معدنين مهمين، عندنا معدن الحديد مهم جدا، وكمان في عندنا باللحمة والدجاج في عندنا الزنك، هدول كمان مهمين للذاكرة والتركيز، وبيمنع إنه يصير في عندنا فقر دم، خاصة إنه نقص الحديد بيعمل لنا فقر دم. كمان ما ننسى إنه اللحوم والسمك والدجاج فيهم B12، وB12 بنعرف إنه من أهم أعراضه، بيأثر على الأعصاب وبيأثر على الذاكرة والتركيز. ما ننسى كمان إنه ندخل دائما بالسلطة تاعت الأولاد تاعونا وطلابنا خضار ورقية غامقة غنية جدا بالفوليك أسيد. فوليك أسيد مهم للنخاع الشوكي، للأعصاب، وبرضه مهم جدا إنه بيقلل من حدوث فقر الدم. هاي أهم الأطعمة اللي لازم ندخلها لأطفالنا عشان تركيز والذاكرة خاصة بالامتحانات. ما ننسى كمان أهمية وجبة الإفطار. إحنا الطفل إذا بعد فترة طويلة، أو الطالب مثلا مش ماكل طول فترة الليل وامتحانه الساعة 10 أو 11، ما كان فاطر، ما رح يكون في عنا نشاط كتير مهم للدماغ، فبالتالي لازم نبدأ بوجبة إفطار صحية متكاملة من نشويات، من بروتين، من خضار، هاي كتير أساسية. وإذا الطفل ما بحب يفطر، ممكن نبدأ بسناك خفيفة، بعدين ممكن ياخذ الفطور بالمدرسة، مثلا زي ما حكينا كرات التمر، تمر مع لبن، تمر مع كاسة حليب، هاي كلها أفكار كتير مهمة لندخلها لأطفالنا ليقدر يكون عندهم نشاط وذاكرة وتركيز بامتحاناتهم. إذا بفيديو اليوم حبيت أعطيكم نصائح وأطعمة كتير مهمة للتركيز لأطفالكم، لطلاب المدارس والطلاب تحت عمر 18. إن شاء الله دائما يكون نظام غذائهم صحي ومفيد. وإذا حبيتوا تحصلوا على حمية صحية خاصة فيكم، لطلابكم، لأولادكم، تقدروا تدخلوا على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. وأكيد إذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين توصل لكم فيديوهاتي أول بأول، تقدروا تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس. إذا فعلتوا الجرس، أول ما أنزل فيديو بيعطيكم تنبيه، وبتقدروا تحضروا كل الفيديوهات وتستفيدوا من معلومات التغذية والصحة. وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد.